وقال الرسول يا ربي ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا. كيف تكون ممن يشتكي منهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ اترضى لنفسك هذا؟ ان الرسول يشتكي منك امام الله؟ يا ربي ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا، هجروا القران. الان فرصتنا الاخوه، نصدق مع الله في اننا نعيد الصحبه مع القران. هذه احلى صحبه. لذلك الذي يعكف على تلاوه القران في رمضان اشغل كل وقتك بتلاوه القران، هذا شهر القران من تمام شكر الله على هذه النعمه اننا نكثر من تلاوته. واذا اردت ان تعرف محبتك لله فانظر في حالك مع القران. كما قال ابن مسعود من احب القران فهو يحب الله ورسوله، لان القران كلام الله. ولا الذ للمحب الصادق من مناجاه محبوبه، انت عندما تقرا القران كانك تكلم الله والله يكلمك. هذا الذ شيء. فعلينا اذا ان نقبل على القران الكريم في رمضان وان نستمر على هذا بعد رمضان على الاقل في الشهر ختمه. انظر كم سيكون لك من الحسنات من قرا حرفا من كتاب الله فله حسنه والحسنه بعشر امثالها. لا اقول الف لا ميم حرف ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف. وكم ستؤثر هذه الختمات في ايمانك والله ستغير قلبك صلاتك خشوعك اخلاقك معاملاتك حياتك كلها سيبارك الله لك فيها بيتك زوجتك اولادك ستشعر ببركه عجيبه اذا صاحبت القران في الدنيا اين نحن عن هذا الخير تخيل واحد ياتي كل سنه يختم القران في السنه كل شهر مره وفي رمضان ثلاث ختمات خمس ختمات مثلا ياتي بهذه الحسنات واحد ما يختم الا في رمضان خاتمه فقط في كل سنه كم الفرق بينهما يوم القيامه الاخوه علينا ان ننتبه ان نجدد العهد وان نحاسب انفسنا وان نجدد النيات في شهرنا وفي صيامنا عسى الله ان يرحمنا ان يغفر لنا ان يعيننا على هذه الخيرات العظيمه